في غرة شهر رجب المرجب، وتزامناً مع احتفال ملائكة السماء بذكرى المولد الميمون لأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، ترتسم الفرحة على وجوه شيعته في دار المهجر، حيث يستشعرون ارتباطهم بالولاية العظمى لسيد الوصيين من خلال الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة في العاصمة النرويجية أوسلو. ونحن نعيش في بلدان الغربة في المهجر، ونقيم ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه لها معاني. المعنى الأول ترسيخ هذه المناسبات في نفوس المغتربين وخصوصا في نفوس أبنائهم، لأن الأبناء هنا يعيشون حالة الغربة عن الإسلام، ولذلك فأمثال هذه المناسبات وأمثال هذه المجالس ترسخ فيهم هذا المعنى، هذا أولا. ثانيا، لنستذكر من هو علي بن أبي طالب، هذا الرجل العلم ورجل السياسة ورجل الإدارة الذي كتبت عنه كتابات لا تحصى، ولكنه لا زال علي بن أبي طالب بحر لا ينضب. مولد الإمام علي عليه السلام يمثل مولدا للإنسانية، مولدا للعدالة، مولدا للوحدة الإسلامية، مولدا للأمة الإسلامية أن تلد من جديد على هديه وسلوكه وأخلاقه وعلمه وتقواه. عشق وصي المصطفى عليه السلام في قلوب المؤمنين أخرجهم من بيوتهم صغارا وكبارا، شيوخا وشبانا، ليشاركوا في هذه المناسبة العظيمة، رافعين ألوية الولاء لقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، مهنئين له بذكرى ولادة جده. علي بعد هذه السنوات الطوال، وبعد أن مرت البشرية بتجارب وبمراحل وجربت نظريات كثيرة، بقي فكر علي يتألق كنجمة الصباح، بقي صوت علي عليه السلام على مر العصور. بعد أن عانى الإنسان ما عانى في كل مراحل الحياة، تجد عندما تمر مرحلة عصيبة في أي أمة من الأمم التي تعرف علي، تتوق روحها، تشتاق إلى فكر علي، إلى نهج علي. علي صوت العدالة الإنسانية، كما كتب الأستاذ جورج رداق، وكما تحدث بولس السلامة: يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. ليس علي بن أبي طالب ليس للمسلمين فحسب، بل هو لكل الأديان والمذاهب، هو عنوان الوحدة الوطنية، هو عنوان الوحدة الإسلامية، هو مصداق للعدالة، للرحمة، للآخاء، للتآخي. في هذه الأرض البعيدة تجسد ولاء المؤمنين بهذه الصورة المباركة، ليعلن صيحة الفرحة بمولده من أقصى الأرض، امتناناً لأمير المؤمنين عليه السلام وعشقاً له للاستمرار على نهجه الشريف. نسرين الخاقاني لقناة كربلاء الفضائية، أوسلو، النرويج.